ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ طب بالراحه بس، انا مش قلت الحاجات دي ما تخشش البيت؟ حصل يعني ايه؟ انا هشرح لك بس ثانيه واحده، والله العظيم حد جابها ولا انا دخلتها البيت اساسا. امال مين؟ امال امي؟ ممكن تهدي وانا افكر حضرتك؟ فاكره طنط رجبيه لما جت زارتنا؟ لما جت من شهر ونص تقريبا، وخبينا انا وانت الازازتين عشان العيال ما يشربوهاش وخلصوها. كنا ناسيينها، تلاقي حد من اخواتي طلعها وحطها في الثلاجه بس، لكن ما حدش اشترى ولا دخلها. ترموها حتى لو قديمه، ترموها. قصروا معاكم في ايه؟ ما هعمل لكم هم سبيروس بس. ايه؟ 6 بلس 6 بلس يا ماما، احنا هنشرب ايفون. انت بتقولي يا ماما ايفون ايه يا بنت اللي اسمها سبيروس فاس؟ ايه سبيرو بتفاس مين؟ ما سبيرو بس عاملين لكم حاجات تانية بدايل. انت قصدك سبيرو سباتس؟ عندك حاجة تتلخبطي، هي صعبة فعلا. هي بس والله العظيم يا رب لو شفت الحاجات دي انا هتكلم ليه؟ لا 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 الله يخليكي، بلاش اشبشب، انا اخر مره دراعي فضل واجعني يومين خلاص. انا مش حتى لو قديمه مش هنشربها تاني خلاص. على الله هات فلوس بقى. ليه؟ مش انت لسه قايله انا نازله اجيب كده شويه حاجات يعني شجع المنتج المحلي يعني وروق الفولورز بتوعي يعني واعمل لهم فيديوهات وبتاع، وبعدين عايزين نجرب الحاجات دي احنا ما جربناهاش، وهجيب لك سبيروس بس. اذا كان كده الواحد ما يتكلمش، معلش استنى اجيب لي. خدي. ما لقيش عندكم سبيروس بس؟ وانا لو عندي اخبيها ليه؟ تمام. يا كنت طمنيني، لقيت الاسباتس؟ لسه يا ماما لسه. هلاقيها وديكي رنة. بلاش عندكم سبيروس بس؟ ما انا حاطط لكم ورقة اهي بتقول مفيش عشان محدش يسأل، صدعتوني. خلاص يا عم ما تزعقش. بلاش عندكم سبيروس بس؟ بتتباع في البوستات بس. ها والله دخت يا ماما دخت، مش هرجع الا بيها. اقفلي اقفلي يا ماما، لسه ما اتحركتش من مكاني، اديني فرصة. اقفلي يا ماما عشان بينها فرجت. واخيرا. ايوه كده هو ده الكلام. هاتي هاتي. لا انت مش واثقه فيا يا بنت، معلش نخش ونتكلم، مش هنتكلم على الباب كده. طب تعالي بقى. مش واثقه في امك؟ لا الموضوع مش موضوع ثقه خالص، دي اخر واحده في العالم تقريبا، فاحنا هنقسمها بما يرضي الله، مش بعد ما دخت اديها لك كده عادي ولا ايه؟ طب روح هاتي كوبايات. لا معلش، وانا سيبك معاها هنا لوحدك تخلصيها، اطلع تقولي لي معرفش ايه. لا 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 تعالي معايا، احنا هنسيبها هنا هي لوحدها وانت تيجي معايا نجيب كوبايات. يلا شوف البيت. ايه ده؟ هيا نحن الشاي. اخيرا دقتها، ده انا كنت فاكرها موجوده في العالم الموازي. حلوه بس بتخلص بسرعه. بس انا بقى هاخد ربعها. معلش هو اللي حضرتك لسه مخلصها دي اللي صغيره قوي، هاتي واحده ثانيه من جوه. لا جوه ايه ده، خلاص كده شكرا، دي كانت اخر واحده اصلا في خط الانتاج. حضرتك ما تعرفش عملت ايه عشان الاقيها اصلا؟ وصف لي طعمها. طيب يعني عجبك؟ حلوه؟ طعمها ايه دي صحيح؟ مش عارف اصلا هقول.